دي رجلان ذكرا أن أمير المؤمنين رضي بإمامة من تقدم عليه، فاسألهما ما الحجة في ذلك. أنت اسألهم، أنت يا جابر اسألهم. فسألهما جابر بن عبد الله الأنصاري، سأل الرجلين ما الحجة، فذكر له حديث خولة فبكى جابر حتى اخضلت لحيته بالدموع، بكى حتى اخضلت لحيته بالدموع. ثم قال: والله يا مولاي لقد خشيت أن أخرج من الدنيا ولا أسأل عن هذه المسألة. يعني هذه ما كانت واضحة. الآن أحمد الله أنه واحد سألني حتى بينها. والله إني كنت جالسا إلى جنب أبي بكر.